بيوتي باي ليلى عباد. بنحكي اليوم على طلات ستارز يلي يعني بنكون كثير بنحبهم وبنحب طلتهم كمان. شو احسن طريقه لنكون قريبين او نكون ستارز قريبين من الجمهور؟ صحيح. بونجور. بونجور كاتيا. ليتلي عم نشوف مناسبات كثيره، والمناسبات دائما بيلفتنا الستارز يلي بيكونوا الببليك فيجرز، حتى يلي بيكونوا متواجدين وبمناسبات كبيره، بحفل كبير، بكليبس، باغاني، بمناسبات ريد كاربت. بيصير الانتقاد مركز فقط على اللباس، انما في ناقدين بيعرفوا كيف ينظروا للاطلاله ككل، وهي منشوف كتير أشخاص من دون تسمية بيحكوا عن الإطلالة، بيعطوا النصيحة الحلوة لحتى يستفيد هالفنان أو هالنجم من النصيحة ويوصل إنه يكون هالمبادئ يعتمدها. وإذا كنا بدنا نفكر بإطلالة النجوم إن كان على مسرح بالبداية، من المستحب كتير يكون هالنجم أو النجمة منتبهة للباسها، لأنه اللباس هو جسد آخر. مش من الضروري الديزاينر يلبسنا، لازم اللباس يكون عنده قيمة لجسمنا، ويكون نحن شغلين على جسمنا لحتى تكون إطلالتنا حلوة. فبالبداية إذا كان النجم بحب يرقص يتحرك كتير، مفروض أنه تكون نوع اللباس يلي عم يلبسه ما فيه كتير شغل بإشياء تاني، يكون ستيتمنت واحدة لحتى ما نتعب نحن وعم نطلع. تكون الحركة إذا كان فيها رقص، إذا فيها كتير موفمنت، ما يكون كتير في فوليوم بالفستان يلي عم ينلبس. وإذا كان بدنا أطلالة حلوة، الكعب العالي يلي معتمد تحت التيب مستحب، ولكن ننتبه ما يكون في فتحة من وراء إنها تبينه، وبزيت الوقت ما يكون الطول أكثر من 2 سنتي أبعد من طول الجسم أو الحذاء، لحتى تكون المشي ما يتفركش الفنان أو تكون حركته خاطئة. الإكستنشن كتير ليتلي عم نشوف كتير إكستنشن، وهالكمية الكبيرة يلي ما بتعود تعطي فريشنس، يعني حلو يكون في حركة بالشعر، يكون في هيك هيك نحس فريشنس، وهون بتكون بأنه الشعر يكون أنعم. مش بالضروري يكون كلنا شعر طويل أو كتير قصير، من المستحب أنه إذا كان قصير بصير بورينج لفترة طويلة، وإذا كان كتير طويل وكتير عم يتزبط مع سبراي مع كل هالأشياء ما بيعطي جمال. لازم الجمال يكون للمعيط الشعر، لهيك انسيابيته، وبذات الوقت تفت مع اللباس اللي نحن عم نلبسه. إذا كنا لبسين قطعة كتير بلينك بلينك، فيها كتير شك، فيها كتير، ما فينا انه نخلي الناس تقشع خطأ بشعرنا. بده يكون الشعر عنده نوع من الإطلالة اللي فيها هيك لمعة حلوة، يمكن يكون شعر كتير بسيط، يمكن يكون شوي ريترو، يمكن يكون مضبوب شوي. الألوان الكتيرة بالقطعة ما بتجمل، ومنا ننتبه ما بين الأسود والأبيض. الأسود قيمته فيه، أما الأبيض بكتير ببين الخطأ بالقطعة. نبرز النواتق بالجسم بحركات بتخفف من قيمة الستار. لازم دايما نجرب أن القطعة تعطي جمال لجسمنا، ونكون عنا انتباه لهيدا الشيء اللي بخلي الناس أنها تحبنا. براءة الابتسامة أكثر من الضحك. لما بكون في براءة بالابتسامة حلوة كتير، لما بكون في تعاطي مع الجمهور أن نخ كل جسمنا ما بيحلي. إذا كنا عم نغني وعم نوطي كتير بيروح من قيمة الفستان إذا كان كلاسي، ولكن إذا لبسي سبور شيك وإشياء مهضومة، الحركة هون ما إلها أي شيء إنه يتم الانتباه لإله. سو إذا كنا بدنا نحن لأي حدا من الجمهور، لازم ناخد الجسم سايدويز ونحن بإجرينا، مش بكتافنا نوطي كل الجسم، لأنه بخفف من الحضور الحلو للفنان أو للستار. بزيت الوقت أنه نخسر جسمنا حلو كتير،
مش بالضروري انه يكون كتير في الوان بخصر الجسم، يمكن يكون السنتور رفيع كتير بس يعطي مونوكروماتيك مع اللون اللي عم نلبسه، مش غلط ولكن بيكون عطى للجسم نوع من هيك هيك خصر السيدة أو النجمة بيعطيها كتير جمال إذا كانت القطعة بتسمح لهالشي. أما أنه يكون في الاستخدام الفتحة للصدر حلوة إذا كان الصدر منه كبير لأنه بتعطي جمال وبتعطي أنوثة، لكن إذا بيكون الصدر كتير كبير أو تم تحسين بأوغمنتيشن مثل ما منقول انه زودت شوي للصدر، مش مستحب انه يبين الصدر، ما بيحلي ولا ممكن يحلي ان كنا اجانب ولا كنا لبنانية. اما اذا كانت الفتحة على الاجر لسيدة قوامة او طول جسمها طويل حلو كتير، اما اذا كانت قصيرة ما بيحليها. الفتحة مش مستحبة. مستحب انه يكون في هيك التيل اللي شوي والكعب اللي بغطي بدون فتحة، يعني الفستان يغطي الكعب، يغطي الكعب فتحة. وما ننتبه انه نقول انه مثلا ما عليه هيك بتبين اجري اجمل، لا بتبين هيك البوشر اجمل اذا كنا عم نغطي الكعب وبزيت الوقت. وهيك الفستان الطويل رح يعطي مدى اكثر، رح يعطي مدى ورح يعطي جمال. كتر الاكسسوارز اذا كنا عم نتحرك على مسرح وكتير الاكسسوري بالدينين مش كتير مستحبه الا اذا كانت رفيعه ونازله، لانه الانتباه بيصير على الاكسسوارز مش على الشخص. واذا كانت جامده ولكن الاكسسوري يلي هي بتحلي هي بالايد خاتم واحد، وعم نلاحظ انه لما بيكون باطلاله في كتير تغيير بالتياب وتبديل بالتياب ما بتجمل، بالعكس بتخفف. حلوه الاطلاله ان كانت بكليب ان كانت بمسرح ان كانت باي مكان تكون اطلاله وحده يلي هي كتير بتساعد. هلا بالكليب اوقات بيكون في قصه، إذا شيء يخدم القصة غير موضوع أكيد بيصير. كتير حلو يلي قلتي، خطأ نكون بإطلالة وحدة إذا كانت القصة بحاجة أن يكون في تبدل، ولكن إذا في الستوري بورد فيها تم هيك واحد حلو أنه نكون ما عم نتعب الشخص والناس المشاهد أنه عم بيشوف كتير تبدلات. بناخد قطعة حلوة ومنبرزها مع جسم حلو مع إطلالة حلوة. الانتباه للميك اب، صارت الإضاءة كتير بتساعد أنه نخفف ميك اب ونثبت رموش أكتر، وهذا الشيء كتير بيساعد لحتى يقدر يطل النجم أو النجمة تكون عندها إطلالة حلوة. حتى الشباب لما عم بيكون اللي عنده إطلالة فيها أناقة، أنا مش من الأشخاص اللي بحب التنس شوز الأبيض على للستار إذا كان بمسرح، لكن إذا كان بمكان عم نحكي عن فوتبول عم نحكي عن إيفنت فيها كتير شبابية، إذا ظاهر كاجوال يعني كاجوال، ولكن بإيفنت كتير كبيرة بمسارح كبيرة من المستحب انه يكون في هيك تاتش مسيطة. هي بتلفت النظر يعني تنس شوز، بس ما بعرف اذا ايجابا، ما بعرف، انا مش من الاشخاص. هي في لفت نظر بس ما بعرف اذا ايجابا او يكون بلا كلسيت، بحس انه الا اذا كان نجم عنده يعني في طابع نوع من الاهمال اوقات صح او عنده طابع هو هيك يعني بحب يكون في شيء ديفرنت اول ذا تايم، ولكن كمقاسات لا. اما اذا مناسبات كثير كبيره حلو نضوي، حلو يكون في بلينك بلينك، ولكن عمر الشخص ما حلو نشوف نجمات صغار عم يلبسوا كثير بمعنى شك، وما حلو انه نشوف سيده كبيره عم تلبس كثير برنت قوي. الالوان المحايده هي الامل. ثانك يو ليلى، اكيد بنشوفك الاسبوع لا بنشوفك الخميس الخميس كمان بنصايح جديده. خلص وقتنا اليوم بام تي في لايف، موعد جديد بقى لايف جديد بكره، خليكم معنا.